تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي صلاة له، وبحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، والأستاذة رودينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية، انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب في مجال الرعاية الصحية المهنية الإسعافات الأولية التي تقدمها أكاديمية المسعفين البحرينيين. يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في المجال التدريبي والعلاج الطبي والإسعافات الأولية التي تقدمها أكاديمية المسعفين البحرينيين، بهدف هذا البرنامج إلى تمكين المشاركين في المهارات الأساسية والتقنيات الحديثة التي تستخدم في الإسعافات الأولية. أشاد سعادة الشيخ محمد بن سيف البوسعيدي والي صلالة بالتعاون المثمر بين جمعية الصداقة العمانية البحرينية وسفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان ومكتب محافظ ظفار، والتي تشكل جسورا لتحقيق مزيد من اللحمة وترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. من جانبه أكد سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أهمية قيام المجتمع المدني الخليجي بدوره في ترسيخ الثقافات المختلفة وتفعيلها لتعود بالنفع على المجتمعات الخليجية، ومن بينها ثقافة الإسعافات الأولية التي باتت ضرورة ملحة لمواجهة أي طارئ يتعرض له الإنسان. وثمن سعادته جهود أكاديمية المسعفين البحرينيين في نشر ثقافة الإسعافات الأولية في سلطنة عمان، والتي تعكس حجم العلاقات المتجذرة والتاريخية بين الشعبين الصديقين. بدورها أشارت رودينة بنت عامر الحجرية رئيسة جمعية الصداقة العمانية البحرينية إلى دورة الإسعافات الأولية التي تنظمها أكاديمية المسعفين البحرينيين، بأنها باكورة الدورات التي ستنظمها الجمعية في مجال الإسعافات الأولية بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، لتشمل عدة قطاعات في السلطنة بهدف نشر هذه الثقافة الصحية الهامة. طبعا هذا البرنامج يعني يهدف إلى تعزيز الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع عن الإسعافات الأولية وكيف التعامل مع الإصابات ومع أي حادث يصيب الإنسان، كيف طريقة يعني الوقاية. طبعا في هذا البرنامج سوف يتم ايضا التدريب على الاسس والمبادئ الاوليه للاسعافات الاوليه لانقاذ حياه يعني الانسان. فاحنا سعداء بتنظيم هذا البرنامج، وهذا ياتي من ضمن سلسله البرامج اللي تقدمها السفاره على طول السنة بالتنسيق مع جمعية الصداقة العمانية. نظمت سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان بالتعاون مع مكتب محافظ ظفار وبالتعاون مع أكاديمية المسعفين من مملكة البحرين وجمعية الصداقة العمانية البحرينية دورة الإسعافات الأولية. جاء الاهتمام بتدريب الشباب للإسعافات الأولية، لأهمية الإسعافات الأولية وتمكينهم دائما من إنقاذ أرواح الآخرين.